تضمنت هذه الملحمة الكثير من القيم التي نسوقها لأبناء الجزائر، لبناتنا وأبنائنا، لشبابنا، لأجيالنا. ستبقى هذه الملحمة مخلدة لتلك القيم، لتلك السير، لرموزنا الوطنية، لأبطالنا، وكذلك للقيم الأخرى المتعلقة بسليل جيش التحرير الوطني. هو جيشنا الشعبي الوطني الذي ساهم ويبرز دوره من خلال مختلف المراحل. فجيش التحرير هو الذي كان البداية ويستكمل المسار جيشنا الشعبي الوطني. في هذه الملحمة تضمنت الكثير من الرسائل، وجهناها من خلال عمل فني مبدع بحضور أكثر من 1200 فنان من جزائريين، شباب وشابات جزائريين، من إبداعهم، وكذلك 200 تقريبا من تقنيين. واستخدمنا فيها وطوعنا فيها الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لتساير هذا العمل الفني الضخم. فاستخدام هذه التقنيات إنما هو من تمكن شباب جزائري.